أسوان في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، انطلق الشوط الخامس. الشوط الخامس، وأحيل الميكروفون للزميل سالم بركاض العليلي. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. التواصل يستمر في هذا المهرجان الختامي 23 الذي ينطلق في ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة ليجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الشعارات وملاك هذه الهجن. على بركة الله نتحرك بشوطنا الخامس الذي خصص لفئة الأبكار الحجايج لأبناء القبائل مع الأربعة كيلومترات التي نتابع فيها التنافس الشريف مع الجوائز النقدية للفائز بالمركز الأول وحتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الذائر، وهي تذاير بشعار معتوق بالرغش بن طبازة العامري، من يقدم لنا الذائر في أول المراكز ليسجل حضورها في هذا المهرجان السنوي الكبير. المتابعة من المركز الثاني، وتأتينا العبور محمد بن مطر بن زايد المنصوري، من يقدم العبور في ثاني المراكز. المتابعة من المركز الثالث، وتأتينا عجب ومطر بن غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي، من يقدم العجب بالمركز الثالث. المتابعة من المركز الرابع، وأيضا تشاركنا شقرة حسين بن علي بن حميد الحميدي، هو من يقدم شقرة برابع المراكز. والمتابعة من المركز الخامس، تأتينا شروق سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي، من يقدم هذا الاسم الكبير بالمركز الخامس. والمركز السادس، تأتينا اللي هي الجنية ومهدي بن محمد بن مانع العجمي، يقدم هذا الاسم بالمركز الخامس. المتابعة من المركز السادس شديدة منصور بن علي الغفيلي، هو من يتقدم سادسا. والمركز السابع، أرى أيضا مناوشات أبدت من الوثبة، فهناك أيضا يتقدم صالح بن خادم بن صالح الزرعي مع الوثبة. والمتابعة من المركز السابع، المركز السابع، تأتينا في هذه اللحظات غزوة زايد بن علي بن عامر اليابري. أما المركز الثامن، المركز الثامن تتقدم في هذه اللحظات فهنا أيضا شوق وأحمد بن سعيد بن منانة الاشتبي. المركز العاشر، تأتينا اللي هي أرى أيضا صبر خليفة بن أحمد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، وما زالت الذائر ما زالت مستلمة القيادة من البداية، وهي متسيدة على عرش هذا الشوط. تتقدم بشعار معتوق بالرغاش بن طبازة بن الدودة العامري، هو من يقدم الذاير في حلها وفي ترحالها. ولكن خذ حذرك يا رقش، خذ حذرك يا رقش، لأن الهجوم الجماعي، الهجوم الجماعي قادمون، قادمون الجماعة. أول مهاجم، أول مهاجم منصور بن علي الغفيلي، هو من يهاجم المقدمة على ظهر شديدة. والمتابعة أيضا من الوثبة، أرى الوثبة، الوثبة لها كلام آخر. تقدم في هذه اللحظات، وهناك أيضا صالح من يتقدم مع الوثبة، صالح بن خادم بن صالح الزرعي، هو من يقدم لنا الوثبة بالمركز الثالث. المركز الرابع، تتقدم حربة وعلي بن حميد بن خميس الجديلي، هو من يقدم لنا حربة بالمركز الرابع. المركز الخامس، أرى أيضا هناك شعار غزوة وزايد بن علي بن عامر اليابري، هو من يقدم لنا غزوة بهذا الأداء وبهذا التحدي. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، بدينا ننزل على الكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا رقش، الكيلو الأخير يا راعي الذاير. الذاير ما زالت عصاها في الإبطان، وهي في المقدمة بشعار معتوق بالرغاش بن طبازة بن الدودة العامري. تتقدم شديدة منصور بن علي القفيلي، هو من يقدم لنا شديدة، وأقرب منافس الذاير، هي من تنافس الذاير على المركز الأول. الوصول، الوصول من الوثبة، صالح بن خادم الزرعي، هو من يتقدم بالمركز الثالث والمركز الرابع.
حربه وعلي بن حميد بن خميس الجديلي هو من يجادل، هو من يصارع ايضا قادم لدائره الصراع على القمه. الخوف القادم، الخوف من سرية ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي من يتقدم على المركز الخامس. الله يهو شوط مثير، يهو شوط كبير. نعود الى الصراع على المقدمه، نعود مره ثانيه الى مقدمه الشوط، ولكن وصايف علي بن مسعود بن علي الخيلي هو من اربك المقدمه، هو من اربك مقدمه الشوط بهذا الهجوم مع وصايف، ولكن المقدمه ما زالت ابها. او هناك حربه، علي بن حميد بن خميس الجديلي هو من يقدم ابها. الصراع الناموس وين؟ وصايف قادمه تجاوزت سبوق تكره اللمه ومرشح الشوط ما يثني عزايمها. نعم وصايف الى الامام، وصايف الى الناموس، وصايف الى الانتصار. نهني راعي وصايف علي بن مسعود بن علي الخيلي المركز الثاني شديده، منصور بن علي الغفيلي المركز الثالث، فهناك ايضا سريه ناصر بن حمد بن سيف العويضه الخيلي المركز الرابع، الوثبر صالح بن خادم الزرعي والمركز الخامس، فهناك وصلتنا حربة علي بن حميد بن خميس الجديري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وشاهدنا القوة، وشاهدنا العرض، وشاهدنا التنافس الشريف، وشاهدنا وصايف وهي تسيطر على الأجواء بشعار علي بن مسفر بن علي الخيلي. انتزع الناموس في شوطنا الخامس، سلام عليكم يا أهل رماح في مدينة العين، محمل على ظهر وصايف. التوقيت الزمني الذي تحقق مع الأربعة كيلومترات 5 دقائق 59 ثانية و15 من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. ما زلنا نهني أيضا راعي وصايف علي بن مسفر بن علي الخيلي على هذا الانتصار الذي تحقق. أما اللي وصل بالمركز الثاني وصلتنا شديدة المنصور بن علي الغفيلي.